صحيح مشاهدينا، حديثنا اليوم عن نبتة البونزاي مع المهندس الزراعي عماد حداد. عماد صباح النور. صباح الخير، كيفك اليوم؟ الحمد لله. يعني بهالمزرعة الجميلة هيك أجلستنا اليوم نحكي عن البونزاي. خلينا نتعرف أنا وإنت قبل، أو نعرف مشاهدينا عن هذه النبتة الجميلة والمختلفة عن قريناتها، خبرني عنها أكثر. أول شيء صباح الخير، مرسي أنه استضيفتوني. شتلة البونزاي هي شتلة صارت شوي بوبيلر آخر 5-6 سنين، يعني معروفة أكثر على صعيد الناس اللي بتشتري شطول وبتحب تربيها. هي تنعرف هيك بكل بساطة، شتلة بونزاي هي منا نوع، يعني منا مثل نوع شتلة اسمه بونزاي، هي طريقة يعملوا شتلة قزم. نعم، الكلمة جاية من الاسم ياباني بانزاي، هي اسم بلش التكنيك كله باليابان، وهي تكنيك لواحد يقدر ياخد حيالله شتلة موجودة بالكون ويعملها على حجم صغير، على حجم قزم، واللي هو هيدا الحجم بجرب يشبهه لحجم شجرة عمرها 10 أو 15 أو 20 سنة. نعم، مشان هيك نحن منشوفة محطوطة ببويات صغيرة محددة للبو تبعها بحجمه، ووقت منطلع عليها منحس انه اذا بدنا نحطها بفريم لحاله بتفكريها شجرة عمرها 20 سنة موجودة. صح، بالبرية أو بالطبيعة. 100%. وهيدا هون الشطارة تبع هيدا شغل البونزاي، له بده عناية وبده مناخ ملائم لإله. صحيح. طيب يعني بدنا نعرف هذا المناخ، كيف نحن بدنا نقدر نعمل انه هذه الشجره من شجره طبيعيه لشجره بونزاي؟ لانه بعدها بدي اسالك كمان عن الانواع، لانه اصلا مختلفين حتى بالشكل، مختلف الشجر البونزاي عن بعضه البعض. خبرني عن المناخ الملائم. مثل ما قلنا قبل شوي، بونزاي هي منا نوع، هي أصناف مختلفة من الأشجار. نحن بنعملها بطريقة تكنيك شغل بنشتغل فيها من وقتها بتكون صغيرة لنقدر نحضرها لتصير قزم صغير محطوطة ببو. مشان هيك المناخ اللي بناسبهم، ما في مناخ بناسب الكل، مناخ اللي بناسب حسب نوع الشتلة اللي عم نشتغل فيها. يعني إذا عملنا مثلا بونزاي من زيتون، شجرة زيتون. بدها تعيش هيدي البونزاي الصغيرة من زيتون بالمناخ اللي بتعيش فيها الزيتونة بالطبيعة. إذا عملنا بونزاي من صنوبر نفس الخبرية، من شجر الأرز، من الصنوبريات نفس الشيء. قدامنا هون يمكن عنا شيء 5 أنواع، كمان كل واحدة منهم مختلفة، شيء بده هواء زيادة أو ضوء زيادة، شيء بده دايركت سان لايت، شيء بده مثلا ان دايركت سان لايت، يعني الشمس تضربها ديركت على ورقة ولا لا. في شيء منه بده مناخ في مناخ لا. مشان هيك ما في رول أو ما في قاعدة ثابتة موحدة للكل. نعم، بدنا نعرف البونزاي اللي عم نشتريها أو هالبونزاي اللي وصلتنا كادو شو نوعها تنعرف كيف بدنا نتعامل معها. هيدا التريك الوحيد. هلا في شيء جمعهم كلهم مع بعض، هذا لازم نشرح عنه. موجودين اذا انتبهتوا ببويات فيشه صغيره. وحده من التكنيكس تبع البونزايات بنحطهم ب بويات صغار حتى الشلش تبعهم ما ينمى كثير. لانه نحن بنعرف الشتله بتنمى بثلاث اشياء، بينمى الشلش تبعها، وبينمى الجذع تبعها، وبينمى الورق تبعها. سو البونزاي نقدر نعملها شجره قزم بحجم كبير لازم نتخن جذعه. تنتخن هيدا الجذع بدنا نوقف النمو تبع الشرش، وبدنا نوقف النمو تبع الورق. وقت منوقف هودة اثنين بيضلوا حجمها موجود محدد، والجذع بصير يتخن. سو كل الفيتامين اللي بنحط له اياه للشتله بصير تاكلهم، بدل ما تكبر بالورق وتكبر بالشلش عم تكبر من النص. مشان هيك بنلاقي اوقات البونزاي بحجم صغير بس جذعه كثير تخين. جذعه تخين. طيب كنا عم نحكي انا وانت تحت الهواء عن انه البونزاي في منها تجاري، وفي منها البونزاي اللي بيكون يعني بونزاي حقيقي اصلي، وطبعا بيطلب انها تكون حقيقيه بيطلب وقت كثير كبير. صحيح. خبرني عن النوعين وشو الفرق بينهم. بلشت البونزاي بالتاريخ مثل ما قلنا نحن من اليابان، صاروا يجيبوا شجره طبيعيه من الحرش يهجنوها يشتغلوا فيها، يعني مش يهجنوها يعني يزرعوها على صغير ويبلشوا يكبروها معهم بحطوها بالبول اللي هو فايش منه كثير غميق حتى شلشها ما يكبر. وصاروا بيطلعوا الجذع تبعها هن بيتحكموا فيه مثل ما بدهم. مشان هيك بنلاقي اوقات بونزايات جذع جالس وتخين، او بنلاقيه عامل مثل اس شيب هيك متعوج. عامل طريقه اس شيب، وهي هيدي الطريقة لتبلش تبرم من شزع كتير رفيع وصغير بعده بيبي
ليطلع يكبر لنوصل على الحجم اللي نحن بدنا اياه، بنرجع بنوقف له هذا الحجم، بنرجع بنبلش نحط له فيتامين لنكبر له جزعه، هذا البروسيس بياخذ سنين. مثل ما نحن بنعرف اذا اليوم حطينا حيلا شجره اسرع شجرة موجودة بالطبيعة بدها سنة سنتين ثلاثة ليوصل طولها متر أو متر ونص أو ليصير جزعة تقريبا 10 سنتي أو 5 سنتي. سو لنتحكم فيها البونزاي الأصلي المزبوط هي البونزاي اللي بتجي من عمرها من البذرة أو من عمرها شهر وشهرين وثلاثة، بنضلنا نحن نعتني فيها ونطعوجها إذا بدكم نتحكم بالشزع تبعها وبشكل الورق إذا بدكم للطول النهائي تبعها. هيدا اللي بياخذ وقت كثير هو البونزاي الأصلي. البونزاي الكوميرشال اللي هو بيقدر دل عليه فيري ايزلي وصار ببين معنا. مثلا مثل هيدي البلانت اللي قدامك دايركتلي. هيدي اذا بتنتبهوا جزعه تخين والمن فوق اذا بتطلع بين الجزع التخين والجزع الرفيع في تقريبا ديفرنس بالكعب بالكبر حجم الجزع. هيدا الديفرنس هو هو كيف معمول. الجزع من تحت هو كان لشتله عايشه بالطبيعه. كبرناها بمحل معين لوصلت لهيدا الكبر، قبعناها حطيناها بالبو. الشتله اللي موجوده من فوق هي شتله ثانيه مختلفه، قصينا منها جزع وعملنا لها جرافتنج اللي هو تطعيم، طعمناها عليها بطريقه صار عندي جزع كبير لهيدي الورقه بالذات اللي هي صار حجمها هالقد. هيدا اسمه الكوميرشال. والكوميرشال لانه عم يستعملوه مؤخرا لان صارت البونزاي شتله مرغوبه مزدهره. واذا بدهم ينطروا 20 و30 و40 سنه ليكون الشتله جاهزه، هيدا عم تحكي على شغل اجيال. وما حدا مستعد يفوت فيها. وعن الكوميرشال سايد للتجاري سو بدهم كميات كبيره وبدهم طريقه سريعه. وهلا مع التكنولوجيا اللي صايره جديده بعلم النبات صار كثير كثير اهون نطعم. وهذا اللي عم نستعمله. مثلا الشكله الثانيه اللي حدي اللي هي تقريبا بيجي طولها شي متر او 80 سنتي. كمان الجزع اللي تحت هو لشتله موجوده بالطبيعه اسمها فيكس. سريعه النمو بحطوا لها كثير فيتامينات، بسنتين بتعمل هذا الجزع بتخنه بيطعوجوه من هو صغير بيتخن. الشتله اللي فوق هي كمان مثل الشتله اللي حكينا عنها قبل موجوده اسمها كمان فيكوس لانه بيطعموا على بعض، بس اسمها فيكوس باندا. واللي تحت اسمها فيكوس بنجامينا. سو بيجيبوا من الطعمين وبيطعمون على بعض بيصير عاملين كل هيدا الورق. واذا بتنتبهي كمان كلهم محجمين بالكبر تبعهم. هلا في حدا كمان كان عم يسالني اوقات بيطلع من البونزاي جزع بينما بيطلع طويل. بيعمل غير هاي البوش الموجوده بيعمل طول مثلا 20 سنتيمتر 20 سنتي او 10. هيدا مثل ما عم نحكي الشتله بدها تكبر، يا بتكبر بالورق يا بالشلوش. سو هيدا الشيء بينقص لتضلنا محجمينها بالحجم اللي نحن بدنا اياه وضلت بنفس الحجم. طيب شو اللي بيحكم الاختلاف بالاسعار؟ يعني هل ايضا عمرها او حجمها او حجم الجذع تبعها هو اللي بيحكم اذا هي، لانه في بونزاي بملايين الدولارات كمان بنعرف. صحيح، هو السعر مثل ما قلنا البونزاي الاصلي يلي هو ببلش من شتله عمرها نهار وبكبروها للقياس اللي هن بدهم اياه، هيدي يوجولي بيصير اسعارها كثير غالي. وهيدي بتغلى اكثر حسب النوع تبعها، يعني اذا شتله ارز بطول عم نحكي نحن 40 سنتي ومطعوجه مثل هيدي معموله على اس شيب، شتله ارز بحجم اس شيب على طول حقها ملايين. بينما هيدي هي ذاتها حقها تقريبا 10% من حق شتله الارز. هيدا بياثر. الكوميرشال كمان شو الفرق باسعاره؟ هي بتخن الجزع ونوعيه الورقه. كمان بيفرق سعرها او بيغلى سعرها. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه اليوم، اذا اجتني او انا اجاني او اي حدا هديه بونزاي على اختلاف انواعها، هل هناك طريقه واحده للاعتناء فيها؟ رح اعطي رول اوف ثمب، يعني طريقه هينه شوي للكل. بما انه نحن عرفنا انه شتله البونزاي مزروعه بحجم صغير، يعني ببو كثير قليل وتراب كثير قليل. يعني بالاجمال الجزء الشلوش تبعها ما عندهم مجال يشربوا مي او ياخذوا غذاء غير من هالترابات المحدودين. هيدا تلقائيا بخلينا بدنا ننتبه لها اكثر حتى ما تنشف اسرع. وما تعطش اكثر، وبدي انتبه لها على الفيتامين. بالبيوت تبعنا بنحطهم عادة ببويات كتير كبار وغميقين، ساعات نسيناهم نهار نهارين ثلاثة بلا مي، الجزع بيضل يدبر حاله، بينزل بيلاقي شوية مي وبياخذ. بالبونزاي هي مثل ولد صغير. بيعطش بده يشرب، جايع بده ياكل، إذا بنتركه نهار أو نص نهار بلا ما نعطيهم هالشغلتين معقول نموتها. ليه؟ لأنه معيشة بجزع بكمية تراب اللي هي أنجأ 5 سنتي. سو أهون طريقة نضلنا حط كل يوم الصبح ندس التراب باصبعنا. اذا التراب رطب ما بدها مي، اذا التراب منه رطب بنزد لها شويه مي. ما ضروري نغرقها بالمي، بس بنحط لها شويه مي لتضلها رطبه. كمان الطريقه الاهون شوي ما نحطها دايركتلي باتجاه الشمس.
يعني ما تكون حط الشباك ضارب عليها الشمس ديركت، ما يكون دايركتلي قاعده بوجه الاي سي او الشوفاج، حتى كمان ما يجي عليها هواء كثير قوي، يعني يا سقع كثير يا خفيف كثير، يعني باجواء معتدله. اكزاكتلي بطريقه باجواء معتدله، ومع الوقت مفروض نحن نعرف عم تتاقلم بهيدا البوزيشن او المكان المحطوط بالبيت ولا لا، بنصير نغير لها بالمكان الانسب لها. نعم. يعني واذا شوي بدنا نكون شاطرين اكثر بنعمل ريسيرش او بحث شو نوع الشتله الموجوده، اذا بدها شوي ضوء اكثر او شوي ضوء اقل، وبنصير نهتم فيها شوي زياده. يعني عندك طفل بالبيت اضافي بدك تهتم فيه. طيب شو بالنسبه للفيتامينات؟ تحدثت عن الفيتامين انه هي بحاجه، من وين بينجلب هيدا الفيتامين او هل متواجد بالبيت او كيف طريقه؟ لانه بنسمع كمان خبريات عن اسبرين، وبنسمع انه اشياء ممكن انه تنحط مع المياه اللي بنسقي فيها الزرع. هلا بالمبدا المي ضروري لكل انواع النبات. نعم. الفيتامينات كمان ضروري، مثل ما حضرتك تفضلتي انه اسبرين او غيره، ما هو بالنهايه كيميكلز. نعم. يعني كل شيء مواد كيميائيه اوقات بتكون بالدواء اللي بناخده نحن كهيومن كانسان بيزبط للشتول. الشغله الثانيه اللي فينا نعملها اللي هي كثير اهون انه نروح نشتري ريدي ميد فيتامين لحيلا شتل موجود. نعم. وندوبه بطريقه يكون دايليوتد، يعني يكون منه مركز، ونحط له اياه للشتله. نعم. نرجع لنفس المبدا لانه هي عايشه بسماكه تراب كثير قليله. نعم. لازم ننتبه لها كيف عم نعطيها اياهم. نعم. بدي اشكرك جزيل الشكر المهندس الزراعي عماد حداد على كل هالمعلومات القيمه وعلى هالطريق الخضراء اللي حطت لنا اياها اليوم. شكرا لك.